انه يعني انا متعود انه ادرس دائما بالمدرسة مع رفقاتي والانسة قدامنا ولوح كبير وقعد على الديسك تبعي، بس هون يعني فرقت كتير. عم بحضر على اللابتوب، يعني بحس حالي انه على اللابتوب عم بدرس شيء ناقص مو كامل. هلا اكيد خفت وحسيت بلش الجد اكثر، بس كمان يعني كنا اوريدي عم ناخذ احتياطنا قد ما فينا، وكنا اوريدي ما عم نطلع من البيت وعم نجرب كثير نعقم كل شيء حوالينا وكل الوقت، فان شاء الله يعني هيك ما كثير يتفاقم الوضع وتضل الامور جيده نوعا ما. مع التفاعل التالي نلاحظ ما هي خواص الاسيتات الثلاثيه او تبدا عندها الرابطه الثلاثيه. حاليا نحن عم نبث بشكل مباشر 12 ساعه مباشر، ما فيها ابدا اي برامج مسجله حاليا، يعني كان في برامج منوعه سابقا، هلا حاليا نحن مركزين على موضوع الفاقد التعليمي.